ريما نجام. الإعلامية ريما نجام ليه بيحبوك النساء؟ لأني بشبهن. بأي معنى بتشبهيهم؟ بشبهن بكل شيء، بس بالضعف بس قويت حالي، بالقوة بقدر اتبدل انا وياهم او مدهم فيها، بالثقة بكل شيء. انت بتلاقي انه المرأة اليوم رغم كل المكتسبات اللي اخذتها هي مرأة قوية؟ كلا كلا كلا، وبكل اسف. وبكل اسف، لانه نحن صناعة تربيتنا، وتربيتنا دايما لو قد ما قلنا نحن بعائلة متطورة ونحن بعائلة متقدمة ونحن هذا كله حكي. نحن بنتربى مثل ما امنا تربت، وامنا بتربينا مثل ما ستنا ربتها، مع اختلاف يعني بعض الشيء، بس ما بيعمل فرق اذا بدك انه تطلع البنت هالقد قوية، هالقد قدرة تعرف تاخد حقها، هالقد قدرة تعرف تكون واثقة بحالها. مع حدا مني من جماعة يعني المؤسسات تبع المرأة، عرفتي؟ أنا مش المرأة اللي بتطلع بكل منبر تحكي عن الرجل إنه هو مغتصب لحقوقي، أبدا. أنا أعشق الرجل والشرقي، اللي هي على فكرة الرجل رأس المرأة. أنت مع هاي المقولة؟ أكيد هي مش غلط، حلوة. أنا بحب أدلل على الرجل، وبحب يكون رجل بكل معنى الكلمة، وفيني يكون ضعيفة قدامه، وفيه يكون هو مسؤول عني، يعني عرفتي؟ مني بالطريقة التقليدية انه انا المرة بدي اعيش لحالي وانه الرجل ما بيسوى وانه لا، ابدا. في شغلة لفتت لي نظري، انه حتى كمان مع اصحابي لما بنحكي عن فارس الاحلام دايما بتكون الكلمة المشتركة يكون رجل بمعنى الكلمة. شو معنى وكأنه اليوم المعايير اختلفت، وكأنه صورة الرجل اليوم اختلفت. انت كيف بتشوفي هذا الموضوع؟ انا بقول رجل بمعنى الكلمة يعني بيعرف ياخذ موقف، بيقدر يكون حدك لما انت تعوزي. ليه تغير الرجل الشرقي؟ هلا انه اكيد ما فينا نعمم يعني، ولكن انه ضمن حالات كثير عم نشوفها بقلب المجتمع. كلنا تغيرنا، عرفتي؟ بركي من وراء المصالح، من وراء الركض، من وراء البيئة بالعالم العربي اللي ما بتخلي الإنسان مرتاح، فبيضل عنده مشاكل. بركي بيعبر عنا بهالطريقة، بركي بيروح باتجاهات خاطئة، بركي ما بيقدر يهتم بحاله بمبادئه، ما بيقدر ينتبه له. مشتت الرجل والمرأة. هو بيوعى بيقولوا له لازم تبلش تأسس حالك، بيطلع بيلاقي ما في تأسيس حال، ببلش يعمل مدري شو. صحيح. المجتمع والدول عنا قلة الأمان بالدول العربية، مش بس الحرب هي بتخليك تحسي باللا أمان، هو المجتمع كله. طب بعرف وكتار بيعرفوا قدي ريما نجام ساندت كتير من النساء على الهواء وتحت الهواء وبعيد عن الكاميرا وقدام الكاميرا، ليه هالقد الاهتمام بالمرأة تحديدا؟ طبعا لأنه المرأة بلبنان وبالقانون اللبناني ما بيعطيها ولا أي، يعني ما بدي أقول امتياز، ما بيعطيها حقها. إذا كانت متزوجة وبدها تترك لسبب من الأسباب، بدها تطلق، بتصير هي يعني أرجموها، يعني أم غير صالحة، وبالتالي كل هيدي تداعيات بتخليها يا ما تشوف ولادها، يا بتخليها أنه تصير حدا مدين بالمجتمع بدون ما يعمل شيء مدين له. هو ما بتصدق شو ممكن يكون عامل فيها، وقديه كم القصص اللي سمعتها على الهوى أو متأكدين من صحتها لأنه منتابع القضايا للآخر. بس هيك، هي امرأة مش منيحة. بعدين كتير سهل الشتيمة المرأة بالعالم العربي كله وبلبنان تحديدا. هل محببة شتيمة المرأة؟ لا، لأنه بيشتموها بشو دايما؟ بشرفها بين هلالين يعني. وبالتالي بتضعف، حتى لو هي كتير قوية بتحس حالها يعني تحت الضغط ضعيفة. وهو من القصص اللي كتير سمعتهم. و ريما، خبريني عن قصة اجت لعندك على الإذاعة، يعني مسيرة طبعا بالإعلام طويلة حنحكي عنها ضمن سياق الحلقة، ولكن القصة النسائية التي لا تمحى من قلبك.
كتير له علاقة بالزواج والطلاق، له علاقة بحضانة الأولاد. يعني ما فيك تسمعي أم مجروحة ما عم فيها تشوف ولادها مع بي أو عائلة بي حاطين لناس تحت البناية ما بيخلوها تقرب، كأنها هي يعني وباء عليهم. حتى قدام المدرسة ممنوع تقرب، حتى عرفتي بهالقوانين ذاتها. بفتكر هاي أكتر شيء بضايقك ككائن، مش انه لا مرأة ولا رجل، بضايقك. وكنت اسمع كثير منهم وبعدنا بنسمع كثير، ما خلصت القضية طبعا لأنه القوانين عم بتضلها هي هي. بنعمل مساعدات للشخص بس ما عم نقدر نغير المفهوم. في قصص معينة ريما جيم حملتها، يعني في قصص معينة أنت حولتي الميكروفون الإذاعة أو أي منبر إعلامي عم تطلع عليه كونك ريما جيم، حملتي هيدي القصص معك. خبريني مثلا هيدي القصص انحلت ما انحلت، هيدول النساء كيف كان حالهم وقتها اجوا لعندك دمعتهم؟ في كثير عفوا، في كثير بيرجعوا بيحكوني بعد مرور مثلا 3 سنين 4 سنين بتقلي انا اليوم وحده قويه، انا اليوم مثل ما انت اللي قلتي لي لازم كون، انا اليوم تخطيت مشاكلي، عملت عائله جديده بركه، ما وقفت بمطرحي. لانه باوقات أنا مع ثقافة البوح، يعني أنا بحكي على الهوى كأني مش على الهوى، فبدأ الناس يحكوا كأنه مش على الهوى. فأنا بقول اللي بحب أني أقوله أو بحسه وبطلب من الناس تقوله بدون ما تحس أنه على الهوى وأنه يي مدري مين بده يسمعني، فأنه بركة التغيير بيصير من هالمطرح. يعني بس في حالة عنف تحولت لكتاب من خلالك أو بسببي، خبرينا شو القصة. هو مش بس هيدي الحالة، بس هيدي الحالة اللي أنا دايما بحكي عنها بالإعلام وأنا اللي كتير تأثرت فيها. يعني هو الكتاب بيجمع كتير ناس، My Life Your Touch، بيجمع كتير قصص ناس يعني بيتسمعوا لي لهم زمان وحسوا أنه هالقد كنت مؤثرة بحياتهم، والكلمة يعني كانت هالقد مؤثرة. فالست اللي عم بحكي عنها العنف كان قبل ما ينطرح بلبنان كتير قد هلأ. يعني كنت أنا ما بعرف شو حاضرة فيه، سامع غنية ما بعرف شو، وصلت على الهواء وعم بقول أنه عم بهيك منتفضة، يعني أنه كيف في مرة بتقبل تنضرب وما لازم تقبل، وإذا بتقبل مرة خرجة تنضرب 100 مرة لكان ما حدا تقول أنه هي ضحية. يعني أنا أسهل شيء نقول أنه نحن ضحية، بس أنت ما بتعتبري أنه هي مش ضحية، هي بتتحمل ثمن أنه هي قبلت أنه هي تنضرب. صح صح. أوكي. وبعدين اسهل شيء نكون ضحايا يعني. فكنت عم بحكي بهيدا الاسلوب وكنت كثير معصبه، ما بعرف شو، انه معصبه من الموضوع انه كيف بتقبلي وهيك. كانه حست هي بعدين بعد يعني 5 6 سنين اللي عرفت لما بعثوا لي الكتاب، انه حست قلبي هيدا نهار هي كاتبه التاريخ وهيك، واي ساعه سمعتني وقالت انه كان بعدها يعني بالليل مضروبة وقايمة عم تبكي وعندها ولد صغير، وقال كرمال ابني ما بدي، عرفت سقفتنا يعني كرمال الولاد بننضرب. فقامت وقررت تغير كل حياتها وعاشت ببلجيكا وكتبت لي قصتها. كانت قال ما بدها تكتبها لأنه بتذكرها بمرحلة كتير صعبة، بس كرمالي لتقلي قدي يعني كنت مؤثرة بحياتها كتبت القصة واسترجعت كل الذكريات. وقالت بهيدا النهار تغيرت كل حياتي وأنا صرت ببلجيكا وبتسمع علي بعدها هي وابنها. اليوم مع هيدي الحالة تحديدا ريما جيم، يعني أي توصيف للإعلام؟ يعني أنت ساهمتي من خلال دورك فشلة خلق معينة أو رأي قلتي تغيرت حياة بني آدم. هون قدي دور الإعلام ممكن يساهم بتغيير حياة الناس طبعاً، وتحديدا النساء. طبعا، وإلا نحن شو عم نعمل؟ بس ننقل خبر؟ يعني انه في مدرسة هيك بتقول الكاميرا بتنقل خبر بلا ما حدا يحكي، او الميكرو كبي وخلي ياخد امبيانس الناس والشارع ونقليها بدون ما تعلق عليها، بدون ما تقولي انه يعني بركة مش تعملي توجيه، ما بدي سميه توجيه، بس على القليلة تحطي يعني تزهري الاشياء. اليوم عم بروح بهيدا الاعلام بالاتجاه الغلط، اذا بدك بيوجه للعنف.
يعني انا وقت بلشت من 15 سنه برنامجي اللي هو بعده نفسه، يعني نفسه مش نفسه يعني نفس المضمون، بس لما بلشت ما كان هذا الاتجاه، بس لاني انا كنت بغير عمر وكنت بغير توجه بغير نظره للاعلام اذا بدي. بعدين بالاتصال المباشر مع الناس بتصير تحسي انه انت انا شو عم بقدم، شو بقدم مثلا، شو بتقول لك ابراج مثلا بقدم ابراج وهي الناس ما بعرف صاير معها مشكله بحياتها، مش قادره تاخذ قرار، مش عم تعرف تلاقي شغل، مش انه كثير بكون بعيده يعني. فقربت كثير لحتى هيك صرت انا وياهم حدا، وبلشت بحالي. كيف بوقتها بحالي كان كل انتقادات المقالات الصحافه بعدها عندي اخذتهم، يقولوا شو هالمذيعة من 15 سنة بتحكي عن حياتها، عرفتي انه شو فرقاني معنا نحن من حياتها. بتذكر كتير منيح مقالات قاسية، بتفتكر حالها قاعدة معنا بالبيت بتعرفي، لانه كانت المذيعة بوقتها انه ما لازم تكون تحكي هيك، لازم تقرا المادة المكتوبة قدامها وخلص تفل على البيت، لا ضروري تعطي رأيها ولا ضروري تحس بشي ولا ضروري تخبر عن حالها، مين فرقاني معه منا، لا انا مع حق من حالي. انت حبيتي انه انت تحولي حياتك لنموذج مبسط على الهواء لتكون جزء من حياة الناس، فينا نقول هيك؟ فيك تقولي هيك، ومش عن قصد يعني، كانت الاشياء تكون هيك ارتجالية. ايه. طب ريما، اليوم لما احنا عم نحكي عن النساء، انت في محامي بيشتغل معك وانتو عم تعملوا هيدا الشغل مجانا، يعني انه مش انه ليس مدفوع، بس خبريني كيف قلت الفكره لكان في لصار في محامي عم يتابع هيدي الملفات. يعني من اول اول حاله استقبلناها لقينا انه في ملف بده ينعمل بالمحاكم الشرعيه بلبنان عند كل الطوائف، يعني بدك محامي، ما فيك لحالك تقدري تلاقي حل ولا تاخدي حقك، بدك محامي بدك وقت. فمن هون بلشت من اول قصه، ستي كمان ست خبرتني قصتها وقالت لي انه انا عم كافح لاخذ اولادي وانا عم بعمل هيك وهيك، وعرفتني على المحامي اللي هي تشتغل معه. من وقتها صرنا هو يعني اذا بدك مستشار، اوقات يمكن ما يعوزوا بس ياخذوا رايه انه اذا عملوا هيك شو بصير، شو لازم يصير على الهواء، تصير الكونفرنس اذا بدك بين الناس، بين الشخص والمحامي. وصار هو انه طلبنا منه اذا بيقدر، قال اكيد يعني كل ما يكون عندنا حاله بنحكي معه. حالي انحلت او انتو استعدتوا؟ كتير كتير يعني، على القليلة اذا بدك اذا ما انحلت نهائيا، لانه بتاخد سنوات اوقات كتير بالمحاكم الروحية، بس راحت على طريق الحل، راحت على القليلة. تعرف المرأة بلبنان ما بعرف بالوطن العربي اغلبه ما بتعرف اصلا اذا عندها حق، ما بتعرف شو هو، ما بتعرف كيف تاخده. يعني كان ينطرح على الماتر على الهواء اسئلة بتقولي انت انه اكيد بتساليهم، لانه كمان مش كتير نحن بنعرف، بس بيطلع عندك ما عندك حقوق، بس انه عندك كم مخرج بتقدري. ممكن نمشي حالنا. ايه ممكن نمشي حالنا، ممكن نمشي حالنا. ايه كمان منظمه كفا بدنا نقول انه عملت يعني تغيير كبير بالمجتمع اللبناني وبالذهن. لو انت ساعدتي كفا كمان. ايه خبرينا عن هاي التجربه. يعني خلقت كفا انا وعلى الهوى، عرفتي يمكن كانت موجوده، خلقت اعلاميا اذا بدك صارت اكثر ناشطه، حسيت انه خي صار في حدا نقدر نحكي معه، طبعا عندهم محامين كتار بالجمعيه وهيك، وكمان طلبت منهم انه احكي مع نساء عملوا تجارب ناجحه. ما حبيتي بس تفرجي انه المعنفات اللي عم تبناهم كفا، ولكن حبيتي كمان تضوي على الجانب الايجابي. يعني سيدات نجحنا بانهم يتحدوا كل ظروفهم وانتصروا عليها وعملوا حياة جديدة. كنا نتواصل معهم، كمان كانوا يشجعوا غيرهم من النساء ليدقوا يتلفنوا يقولوا، ما كان مطلوب منهم اوقات من كفا بس تقولهم بليز بس بلغونا قبل ما يبلش هلا يطلع الاعلام انه في نساء قتلنا يعني من قبل رجالهم، ذبحنا. قبل كان بس بليز قولي لنا ونحن بنشوف شو بنعمل يعني معك. شو رايك هلا اقر قانون العنف بمجلس النواب من دون التعديلات التي انطلبت؟
شو موقفك؟ شو رأيك بالموضوع؟ هل انت انه خلص انه 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 اقروا القانون، انه ليكون في قانون على القليله صح. ليحمي المرأة، ولا انت لا مع انه هني هذا القانون مع تعديلاته او لا يقر؟ صح، مع تعديلاته. هلا في بعض النواب اللي مفروض انه شباب بالمجلس قالوا انه ما عليه احسن من بلاش، بس انا برايي مره وصلت على المجلس النيابي كان لازم يكافحوا كرمالها اكثر. الرجال والنساء والشباب اللي مفروض هن بيمثلوا مجتمعهم، ايه بس طلع ما بيمثل مجتمعهم. لا هاي مهمة، هاي ما بيمثل حدا، بيمثل حاله هالمجلس النيابي الممدد لحاله قصريا اكيد طبعا. بس وكانه في جمله انت قلتيها كثير مهمه، انه خلينا نمشي حالنا. ايه هي على الطريقه اللبنانيه، عرفتي انه شو نمشي حالنا؟ هيدي مصائر ناس، مصائر عيل باكمل. شو يعني مشي حالكم؟ كان في ثلاث حالات او اكثر، اربعه، امات عم تبكي على التلفزيون عم بتقول لهم بليز انه بناتهم انقتلوا قدام عيونهم، يعني ما قدر حرك فيهم ولا ذره من المشاعر، ما قدر. بس اليوم من يتحمل مسؤولية هذا الأمر؟ إذا كان مجلس النواب بيعتبر أنه الملف النسائي هو ملف عابر في ظل ملفات كثيرة أصلا عالقة في لبنان، اليوم من مرأة شو ممكن تعمل؟ يعني ريما جيم وغيرها من الإعلاميات كتير مهم اللي عم تعملوه، ولكن أنه بالآخر أنتو ضغط عم تضغطوا، ولكن من يتخذ القرار لا يبالي بواقع النساء في لبنان. إذا ما الحل؟ صح. برأيك شو ممكن يعملوا النساء؟ يعني أكثر من هيك ضغط، يعني آخر مظاهرة لكفة كانت مش صايرة قبل بلبنان، على يعني سبب منه سياسي، بتعرفي انت الناس بتنزل على الشارع بس بهدف سياسي وكرمال سياسي. صحيح. مش السياسي، سياسي واحد. كان يعني الاعلام قدر غير اذا بدك بالذهنيه، وخلى الناس تنزل نهار احد لحتى تطالب بحقوق المراه ولو كان ما بيعنيها الموضوع، يعني ما صاير معها شيء هي. هالقد بيقدر يعمل الاعلام، بس كمان بمطرح تاني في ناس انه المؤسسات الاعلاميه اذا بدك بتكمل شغلها عادي خلص، اوكي غيره. غير موضوع تاني. بعد البريك. انا اعشق الرجل والشرقي. كثير سهل الشتيمة المرأة بالعالم العربي. ريما، قبل الفاصل كنا عم طرحت أنا السؤال، لماذا ريما جيم تمتلك هذا الكم من القدرة على التأثير بالرأي العام؟ سؤال صعب. سؤال صعب. إيه؟ هيك وباللغة العربية. شو قصدك ريما مع الناس؟ يعني وكأنه هيك ترمي شيء داخل القلب. لاني عن جد بقول اللي بحسه، وبحس كثير بالتانيين، والصباحات يعني المتتاليه مع الناس، وانك تعيشي معهم الاعياد والحروب والوجع والاحزان والثورات وكل شيء، بخليكي انه تحسي حالك انه إذا ما كنت هالقد قريبة، إذا ما كنت هالقد قادرة توصلي لجوا، ما عم تعملي شيء. وفي كتير ناس مرقوا بالحياة كلها ما عملوا شيء، فكيف إنه أنت عندك أثير ومنبر وقادرة توصلي؟ مع الوقت حسيت إني مسؤولة، بس بالأول بلشت هيك بدون تخطيط، لأني سيب. بس ما بتخاف يعني إنه كلمة الرأي العام بحد ذاتها كلمة إلى وزن وكلمة ضخمة؟ يعني اليوم لما ريما الجيم عم نقول انه ريما قادرة انه هي تأثر بالرأي العام وتغير من ذهنية الناس وطريقتهم بالتفكير حيال قضايا معينة، ما بتخافي من هيدا الشيء؟ انا ما بدعي هيدا الشيء كله انه انا قادرة اعمله، انا بقول انه ما بدي تمرق مسيرتي الاعلامية بدون ما اترك شيء. ولكن ما بما انه المستمع ينتظرك، يعني هو عم ينطرك كل يوم، يعني هو عم ينطرك لانك عم تقولي له شيء، هيدا الشيء ربما قد يغير او قد لا يغير،
ولكن هو في انتظارك. هيدا الشيء ما بيحملك مسؤولية، ما بتخافي، ما بتحضري شو ممكن حتقولي له كل يوم؟ مش كتير بحضر هلا لأنه هالقد بروح للجوا جوا جوا، وهذا الجوا كل يوم بيوعى شيء عندي وعند التانيين. مرات بحكي أوقات ساعة بأشياء ممكن تحسي أنت تقولي إنه شو عم تقول، عن شو عم تحكي. بس أكيد في كتير ناس تانيين، إذا أنت منك بالجو يعني، في كتير ناس تانيين برجع بعرف بعدين إنه كتير دقرتهم. ووحدة من الحلقات هلأ من كم يوم إنه عن إنه هالأيام اللي عم تمرق بسرعة، إنه خليك اليوم نعمل له عنوان، وهذا العنوان نروح فيه للآخر، مش إنه يعني بعدين نبطل ناخد قرارات. يعني بعد ما كان خلص البرنامج دقت لي ست قالت لي بس بدي اقول لك انه انا اليوم تركت الشغل. قلت لها لا بليز ما تقولي من وراي، يعني انه بركي مش لازم، يعني مش تتحمسي انه هيك، انه اليوم لازم يكون يوم القرارات. انه ناس تلفنوا قالوا خلص انا بوعد وقف التدخين، وعادات سيئة، وقف ما بعرف شو، فكر مش منيح بالعالم. لا هي دقت بصمت، راحت قدمت استقالتها ودقت لي، قلت لي انا كل الوقت كنت حاسه اني مجوزه ولازم اهتم بعائلتي ودوام شغلي كتير وما عم بيعاملوني منيح، وكل يوم اقول معلي بتحملهم. اليوم قلتي انت انه لازم خلص ناخذ قرار، اللي هيدا اللي بطن كل يوم وما بناخده من اجله، فاخذته. بس معقول ريما ما بتحضري ولا محاور؟ بلا اكيد اكيد بكون عم بقرا كتاب، بلون مطرح فكره حابه اني احكي فيها، بكون ايه، بس انه ما مساء الخير اهلا وسهلا. لا اكيد لا، مثل انت يعني باخذ هيك نوت اذا بدك يعني، مش انه كل شيء. ريما تعرضتي مره لضغط انه ممنوع تقولي ريما هيدا ممنوع تقوليه، هيدا ما بيطلع على الهواء؟ ما بينقل معي هيك يعني هلا ممكن مثلا مش بهالطريقه. انا توقفت عن الهواء فتره يعني صغيره. وقت ثوره الارز. ليه؟ لانه حكيت اكثر مما لازم. شو قلت؟ وقتها حكيت بس ثوره الارز، مشان اللي نسي او اللي ما بيعرف، اللي هي كانت ب 14 اذار 2005 بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. اكيد صحيح. شو قلتي بقى يومتها؟ بفتكر اني كثير انتقدت اميل لحود وقتها كان رئيس الجمهوريه. ما بعرف كيف كان فاضي ينزعج انزعج العالم كلها بالشارع مزعوج. هلا على كل حال وقتها ما كنتي لحالك، كان زاهي وهبي كمان كتب مقال شهير. صحيح وتحول القضاء. صحيح صحيح. ايه انا يعني بعد هيك بالمونة انه هالفترة وقفوا شوي وهيك، بعت وراي قالوا لي انه فرصة. قد ايه لك بتطالبي؟ انا دايما على طول بطالبي بفرص يعني. قد ايه لك بتطالبي بفرصه؟ خديها. قلت لهم هلا بهالوضع ما فيني اخذها. لا طلعت بين بعدين انه مش فرصه يعني بقدر ما هي انه ضغط او ايقاف. مبطن. بس بوقتها كانت كل الصحافه وقفت معي وتساءلوا عن هيدا ليه وما ليه. وقتها كثير انحكى بالموضوع لدرجه انه صار لازم ارجع لبين انه نحن ببلد الحريات فرجعت. طيب ريما، كان مع ثوره الارز فينا نقول هي بدايه انغماسك الحقيقي بالسياسه، ولو انه فينا نقول غزل من بعيد. ثوره الارز، انت نزلتي على الشارع ب 14 اذار؟ طبعا طبعا. ليه نزلتي؟ نزلت لاني بدي بلدي يكون حر. من بعد تجربه الايقاف، هل بتلاقي انه الاعلامي او الصحفي من حقه انه هو يبدي رايه السياسي؟ خصوصا انه مثل ما كنت انا عم شير قبل، انه في ناس عم تنطرك، في ناس عم تسمعك، بدها تعرف، عندها الحشريه تعرف رايك الخاص حيال انه موقفك من الوصايه السوريه، موقفك من الاغتيالات اللي صارت. انا كنت ثلاث ارباعهم على الهوا فيهم.
مثلا اذا بدك اللي قدرت اعمله هون باكد لك اني قدرت اعمله، ما باكد لك اني بقدر اغير راي عام اكيد انه لا، بس بقدر اقول لك اني توصلت لمرحله خلي كثير من الناس اللي كانوا يعني كل يوم يراشقوني بالتهم انه انت مع فلان وانت مع فليتين يقبلوا افكاري، مش ضروري غيرهم يصيروا مثلي، بس على القليلة يصيروا هيك مرتاحين أكثر بدون قواس على بعضنا. في مرحلة كتير صعبة مرقت بلبنان على مستوى مش لحرب ولا قتل ولا شيء، على مستوى كيف كنا ننظر للآخر، دايما كنا عم نتهم بعض. ايه في هالنظرة الاتهامية ايه دايما والشك. وانا حدا قربي بمنطقة بطريقة كان الآخر بالنسبة لإلي هو اللي بخوف، هو اللي عم بيقوس علي، لانه انا بنت الحرب اللبنانيه قبل ما نوصل على ثوره الارز وغيرها. انا حدا كثير اشتغل على حاله ليقدر يسامح اللي هجروا له طفولته، اللي ما قدرت عيش طفولتي ولا نهار ببيتي، رحت هلا اليوم بشوفه مهدم مثلا. سامحت ونسيت، مش نسيت بس اني قدرت كملت مع هون الناس اللي هن كمان ضحيه مثلي بركه، وقدرت يعني قطعت خط التماس وشفت الناس التانيين وحبيتهم وصاروا كتار منهم اصدقائي. هيدا اللي اشتغلت عليه اني انا على الناس فيه، انه انا بقدر اكون بحبك وبتحبني وبحترمك وبحترمي بتحترمني، بس بدون ما نكون بدنا التانيين يكونوا مثلنا لنحبهم. ما هيدي المشكلة بلبنان، انه احنا دايما عم ننادي بفكرة الحرية والاختلاف والديمقراطية، بس ولكن نحن لا نملك الاختلاف. صح. احنا دايما بدنا نشوف الاخر على صورتنا وندعي انه احنا عم نؤمن بهذا الاختلاف، وهذا منه كتير حقيقي. طيب ريما، انا كنت بالفترة اللي كنت فيها بصوت الغد بوقت ثورة الارز وهيك، كان صاحب المحطة هو الوزير سليمان فرنجية، يعني حدا من فريق الثامن من أذار. ايه بس ولا يعني صار معنا مشكل هيدا وقتها أمين لحود، وما عاد صار معنا ولا مشكل، لأنه عرفتي هو فهم أنا كيف فكر، وأنا فهمت أنه هو الآخر، بس الآخر اللي بقدر أحبه وأحترمه. طب ريما، اليوم لما احنا عم نحكي عن السياسي، ولا مرة فكرتي انك تنخرطي بحزب سياسي معين؟ ما فكرتي انك تفوتي هيدي الدائرة ربما، خصوصا انه ما في نساء يعني الساحة قدامك كبيرة؟ مش لانه بخاف او لانه المرأة مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي انه لازم تكون يا ارملة زعيم يا ارملة رئيس يا زوجة هيك ديكار يعني بالمجلس النيابي. انا مع انه واحد يعمل خطوة باتجاه يعني التغيير، بس مش انا يعني، انا ماني اكيد بفيد بمطرح تاني اكتر، وخاصة بهالمرحلة، بس مع كتير نساء انه يترشحوا وينزلوا. بس اذا بتلاحظي هلأ بالفترة الاخيرة وقت ترشحوا على انتخابات رئاسة الجمهورية صاروا مضحكة بالنشرات الاخبار. هل احنا بحاجة لثورة للثقة بالمرأة بلبنان؟ لا، بدها المرأة هي بس تلصق بحالها، بس ما كمان الطرف الاخر ما بيلصق فيها كتير. بيلصق فيها، بتعرفي شو ريما، بيلصق فيها بالإعلام، بيوثق فيها ما بعرف كملكة جمال، لازم انه يكون في شيء جمالي حاضر قبل يعني يسبق العقل، وكأنه الصورة تسبق المضمون. هون ممكن يتقبلوها، ما بعرف، ممكن انا اكون غلطانة. لا معك حق، وكمان لمن دايما نحط الحق على الرجل، هي هيك ارادت لنفسها. بس كمان هون انت كريمة نجيم كيف كسرتي هيدي القاعدة؟ يعني خرقتي يعني نقطة في الجدار مثل ما بيقولوا. انا طبعا انه امرأة بحب زبط حالي وبحب شوف حالي كتير حلوة واحسن ما يمكن يعني، وبقيت هيك، بس ما دخل انه بقدر اكون كتير حلوة او عم بشتغل لكون كتير حلوة، وبدون ما يأثر هيدا الشيء على انك تستسخفي رأيي يعني. والإذاعة ساعدتني، هلا صحيح صرت مشهورة كثير من وراء الإذاعة والناس بتعرف شكلي، بس كمان انك فترة طويلة من الهواء تكوني كل الوقت عم تحكي أفكار أو عم تحكي شيء، بتجربي انه تعملي هيدا التوازن شوي. كيف العلاقة مع دكتور سمير جعجع؟
علاقة، مو في علاقة يعني حقيقية، بس انه هيك انه نشوف بعضنا وهيك. التقينا بكم مناسبة وبس، ودق لي وقت جنس هنانة وهيك. بس يقال انه ريما تميل الى القوات اللبنانية، يعني انت اكيد مع فريق 14 اذار، هيدا واضح ايه، بس جدا. انا ولا مرة بقبل على حالي اكون انه حدا مع، يعني مش لانه انه انا عم بدعي المثاليه، بس انا في افكار بتاني ميلة بتعني لي، يعني عرفتي؟ ما فيني يكون انا يعني من هدول اللي ب 14 اللي شو ما عملوا 8 ما بيعجبهم. مش غلط اذا انت مثلا عندك مثلا انه بتتقاطعي مع نقاط معينه مع حزب القوات اللبناني وافكار دكتور جعجع، هيدا مش غلط انه انت تعلني او بتترددي انه شو، انه انت مثلا تكوني مثلا مع افكار معينه للقوات اللبنانيه او ايه دكتور، مش غلط انه ايه. لا انا بعتبر انه سمير جعجع يحمل اليوم اكثر مما ارتكب. انا بعتبر انه الرجل دفع ثمن مواقفه، دفع ثمن، مش بس يعني في ناس بيقولوا دخل على الحبس ليكفر عن ذنوب الحرب، انا بقول دفع ثمن موقف. اذا يعني اذا افترضنا انه اتيح للمواطن انه هو ينتخب رئيسه في لبنان، هل تنتخبي دكتور جعجع رئيس الجمهوريه؟ على العمياني لا، يعني هو الرجل قدم برنامج انتخابي. ايه قدم برنامج، بدي اقري، وعم بحكي عن جد انه ولا مره انا بالانتخابات النيابيه حتى انه انتخبت هيك على العميان مرشح، انه يلا مين منزل سمير جعجع بننتخبه، بيكون انكونيو ما بتعرفيه، ما مقدم لك ولا شيء، بس هيك مثل المحدله يعني، هو او غيره او اي حزب سياسي. لا ايه اكيد انه بفكر وبقول وبحس كمان بركي مع الطرف الاخر اللي شايفينه بعبع، يعني كتير 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 حاسين انه مدري شو بدي اعمل بالبلد اذا طلع رئيس. كنت مرة عم بسمعك وكنتي ابديتي مرة يعني امتعاضك من الواقع الخدمي في لبنان، يعني كان في اكثر من شكوى اجت على الهواء، ما بنسى انه ابديتي هيدا الامتعاض، وانه امتى بقى هالمسؤولين بلبنان حيكونوا فعلا مسؤولين ويقوموا بواجباتهم حتى يوقفوا حد المواطن ويكونوا من اجل المواطن وليس المواطن من اجل النائب او الوزير. اليوم ريما، هل لبنان يحتاج إلى ربيع الآخر أو ثورة أرض جديدة برأيك؟ إيه الثورة للأسف يعني خلصت، يعني ولا شيء من مبادئ 14 أدار بقيت، عايشين على الأطلال. بس ريما شفنا الربيع العربي بدول أخرى، وكمان كان عندك رأي بالموضوع، يعني هل اليوم إذا قعدنا الأوراق إلى يعني أو أعدنا الزمن إلى الوراء قليلا وحلمنا بثورة أرض جديدة، هل قد تحمل لنا ربيع حقيقي بلبنان؟ لا أكيد لا، ولو أكيد حتى لا. ربيع نسائي إذا فينا نحلم. إيه هيك أكيد، مش يعني مش مثل اللي صار بمصر. بعرف انه الثورات اوقات ما بيحركها موقف، بتحركها دول، بتحركها ماكينات، اوكي، بس كمان الادوات يعني الناس، نحن حركونا الادوات، يما حركونا يعني حماسنا وقت اللي نزلنا. بسعى ان يكون ام حقيقيه. دقت لي ست، قالت لي بس بدي اقول لك انه انا اليوم تركت الشغل. قلت لها لا بليز ما تقولي من وراي، يعني انه ريما شو اكثر شيء صار معك هيك قريب لقلبك، يعني اكيد له علاقه بالعمل، ولكن حدث بتعتبريه غير حياتك المهنيه؟ اف بركي أقرب شيء هلأ هو جنس، يعني لأنه كان تحدي، وكان إلي زمان مني متحدية حالي بشي قد ما صاير، شفتيني شو مسالمة. كان ناقصني هيك شيء فيه تحدي. بدي أعرف الخبرية، هلأ معروفة الخبرية بس بدي أرجع أسمعها منك من الأول، كيف لقررتي، خططتي، شو صار الكواليس، بدي أعرف كل شيء. هي الفكرة مرة كنت على الهوى، يعني
قلت انا انه بقيت لفترة بعد الظهر بفتكر كان صاير اغتيال او شيء، كنت عم هيك عم يعني بنقل الاحداث وطولت لشي واحدة ونص من الثمانية يعني، فخلصت قلت انا اوه قد ايه لي على الهوا، بدي اشوف مين اكثر حدا بقي على الهوا وبدي اكسر له الريكورد تبعه. وهيك يعني تسلينا ضحكنا ونسيت الموضوع، مع انه كنت سألت ولقيت انه 46 ساعة انه فمرحت الايام وما عدت انه حققت هالشيء ولا انتبهت له اصلا. لاجا انه بدنا نفتتح محطه اغاني وبدي انتقل عليها يكون يعني اللانشنج الاساسي للمحطه، فقلت بدي يكون انه شيء جديد يعني، وكمان كمان يكون فيه تحدي، واكيد ما اطلع من الجو اللي انا بحبه اللي هو الاذاعه اللي علاقه انه تكون والبرنامج يكون بخدمة الناس. فحطيت على فيسبوك انه انا راجعة على الهواء طبعا وهيك بدون ما اقول شو هو، اذا عندكم حدا حالة بدنا نساعدها ونقدر نساعدها بليز بعتولي. فاول حدا بعت لي هو صديقة والدة بنت كان عندها عملية بالقلب لازم تعملها، بنت صغيرة كتير يعني، قالت لي انه ما قادرين يعملوها وهيدي عملية تانية اللي بتعملها، وبعتت لي صورتها. حسيت هيك بتعرفي اوقات في اشارات بالحياة، لبسة ملاك وعم تتصور فيه هيك، حسيت انه هيدا الملاك هو اللي بده يرافقني كل هيدي الفترة. كان بنت اسمها لاريسا، فقررت انه لاريسا يكون يعني كل الماراثون كرمالها لنجمع لها المصاري للعمليه، وهيك صار. قد ايه كان المبلغ؟ المبلغ منه كبير بس قدره الناس على العطاء صارت متراجعه. هلا خبرتيني خبريه قبل ما نبلش المقابله، عم تخبريني عن شاب الصليب الاحمر بحاجه لمبلغ، ومن خلال برنامجك انت عم تساعدي، ومن خلال كمان صفحتك الخاصة على تويتر، شو قصة هذا الصبي وكيف لجمعتوا له مبلغ خلال فترة قصيرة؟ يعني عم تصوتي حالك بقصص يعني انسانية، وحتى خبرتيني قديه هيدا الشيء اليوم يعني قصة هيدا الشاب تحديدا يعني اثرت على نهارك كله. صح، شو صار معه؟ انا امبارح بالليل يعني عم بشوف فيسبوك، شفت بعض هيك مساجات من اصحابه ومن ناس بحبوه بعتين لي انه بليز اعملي شير لهيدا المطرح، يعني هن كانوا بس طالبين مني اعمل شير للمطرح اللي بتصوتي عليه، يعني الويب سايت، مش بتصوتي عفوا، اللي بتدفعي من خلاله بالفيزا كارد او هيك من اي مطرح بالعالم، وحاطين له صورته لابس الصليب الأحمر وتياب الصليب الأحمر، وهو قال كان من عمر 17 سنة. بتعرفي بعمر 17 سنة شاب ليروح على الصليب الأحمر، يعني قدي كم الإنسانية عنده عالي ليروح يشتغل ببلاش بدل ما يروح يعمل أي هواية تانية. ومن 4 سنين يعني صار معه لوكيميا، واليوم في عنده عملية كتير أساسية لازم يعملها ولازم أنه يجمعوا له المبلغ. فقالوا لي أنه إذا بتعملي شير بركي أنه بنصير أكتر. رحت اليوم على الهواء قلت أنا بدي أهدي الحلقة اليوم لسيمو، ما رح نعمل شيء تاني غير سيمو، بدنا نجمع له يعني قد ما بنقدر مصاري، وثاقبت أنه جبنا رقمه واتصلنا فيه. ولما اتصلت فيه كتير حبيته، يعني أول شيء منه عامل ضحية، يعني ما كان لا عم يبكي ولا عم بقول بليز ساعدوني ولا شيء. قال لي، قلت له نحن اليوم بدنا نشوف قد ايه هالوسائل التواصل الاجتماعي بنقدر نعملها غير لنشتم بعضنا ونضحك على بعضنا ونحكي على بعضنا، بركي من خلالك بنكون فتحنا هيك بالعالم العربي شيء جديد، انه نقدر نساعد بعضنا انه من خلال هالشيء. قال لي ايه، بتعرفي بالحياة في تجارب وأنا عم بمرق بتجربة، بكتير هيك رقي وبكتير قبول وبإيمان. فخلص قلت أنا بدي أعمل شو ما كان، يعني غير أنه دق أبواب السياسيين مثل ما كتير الناس تلفنوا لي وقالوا لي أنه اطلبي من فلان اطلبي من فلان، وهو كمان كان بيقدر يطلب من نواب المنطقة لأنه هلأ بعد شوي جاي انتخابات يعني، وبيقدر بيساعد إن شاء الله يعني. كمان محب بحياتنا إحنا كصحفيين بنلتقى بكتير عالم عايش قصص صعبة بعتقد حفرت جواتنا شيء أو تركت جواتنا شيء.
هيدي القصص، قصص سيمون ولاريسا وغيرها من الناس، شو حفرت؟ أول شيء غيرت لي كل المفاهيم اللي كانت عندي بعمر، يعني بالبدايات إذا بدك. كان الإعلام إنه هيك نمضي وقت حلو ونتسلى وننشهر وهيك. هلأ لا، يعني ما بقبل إنه مثلا يمرق أسبوع أو أسبوعين بدون ما أعمل شيء، أول شيء لألي يفرحني أو يكون إضافة، لأنه بالآخر بتقعي بحالة ما بيعود يفرحك أي شيء. يعني أنا هيدا الشيء بفرحني كتير، بقدر أمشي مع قانون الطبيعة اللي هو أنه لازم تعملي خير ليرجع لك الخير، وكل شيء بتعمليه بده يرجع لك بيوم من الأيام. كرمالك هيدي الفكرة دايما بنسرع على الهواء. ريما، ليه بتعدي عن التلفزيون؟ يعني شفناكي بأكثر من برنامج وكان عندك إطلالات مميزة تلفزيونيا، ليه قررتي انه تبتعدي؟ وكأن يعني مثلا برنامجك على محطة أغاني أغاني، على إذاعة أغاني أغاني، ممكن يكون متلفز، ولكن يبدو انه أنت كان عندك وجهة نظر أخرى. بأغاني تحديدا هي محطة أكثر فنية وهيك، وأنا اللي بقدمه كتير، يعني رايح أكثر باتجاه الاجتماعي. بس يعني مش انه انا لا انا ابتعدت ولا شيء، بس انه دائما اللي تقدم لي ما حس حالي انه ما حس انه بيشبهني. شو هيك بيشبهك؟ انه استمتع فيه، لانه كمان من الاشياء اللي تتعلميها بعد خبره انه مش بدي اطلع على التلفزيون لاطلع، يعني ولا ممكن اتنازل اني حاور حدا بلاقيه ما عنده شيء مثلا، كرمال انه انا عبي هوا واطلع على التلفزيون. هاي بالاذاعه ما بعملها نهائيا، وما بدي اعملها بالتلفزيون. بدي اعمل مثلا حلقه كن راضي عنها 100%، ما اقدم ولا تنازل، وانا دفلي وخليني استمتع. حياتك الخاصه ما حدا كثير بيعرف عنها، واحنا اليوم عم نصور ببيتك. اهلا وسهلا. والتقينا باولادك، عندك صبي وبنت. الامومه، ريما الجام الأم، شو بتخبرنا عن حالها؟ بسعى أن يكون أم حقيقية، لأنه ما في أم مثالية. هي الأم بحد ذاتها مثال، يعني هي المثالية كلها. بجرب أني قد ما بقدر كون حدهم، حتى بالوقت اللي ما بكون حدهم فيه بس بكون تركي بعض الأفكار، لحتى يعني إذا تركتهم بكير بالحياة يكونوا عندهم هيك متانة وصلابة. لمعت عيونك وأنت عم تحكي عنهم. إيه. لأن صرت أم وقت كنت كتير حابة، عرفتي؟ يعني الأمومة قرار، يعني أنت برأيك من خلال تجربتك، هل الأمومة قرار؟ إيه. هلأ الله اللي بيعطي، بس طبعا بالوقت اللي هو بشيء يعني يشاء. بس أنا إيه لما جوزت ما كنت بعد نبلش إذاعة جديد، يعني وكنت عبالي أني أشتغل على حالي ومهنتي أكتر، فقلت أنه هلأ ما بدي أجيب أولاد. بتعرفي بمجتمعاتنا هيدي وعو لازم وهلأ وهيك، فما حبيت. لما حسيت بهيك أوقات تحسي شيء برق فيكي، قلت انه هلا وقتها، بس يكون عندك هيدي الشغف، هيدا الحب اللي قادره تعطيه بدون ولا اي مقابل. ومع هيدا الشغف هو بصراحه احلى شيء نقدر نختم فيه حلقه الليله. انا كنت كثير 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 انبسطت انه انت كنتي ضيفتنا الليله بالسيده. وانا كمان كثير. شكرا على الحوار وشكرا على الزياره.